شوف اليوم شبابنا بارك الله يعيش في مشاكل جنسية زاد ما تشوفهمش هكا هذا مشكلة الشباب هذا بصفة عامة اسمها العادة السرية هاكو سكتوا الكل بلاد كل سكتت مش دونك مشكلة العادة السرية عند الشباب اللي يمارس فيها بصفة مفرطة ومفرطة جدا ما يعرفش الأثار متاعها بعد في الحياة نتاعو ولا صحته الجنسية وقت يكبر ويجيب شي عرس تنجم تسبب له في مشاكل شنو المشاكل؟ مشاكل نتاع أنه إنسان كيمارس في عادة سرية مدة 15 سنة هو يمارس فيها يتفرج في أفلام إباحية وعنده صورة نمطية معينة نتاع جسد مرأة معين كما هو برش. 15 سنة والمخ يسجل في التصوير هذيك نهار تلي عرس تدخل له تصويرة أخرى تبربش عليه الدنيا يتيح ويزو معناها تنصح العباد انت طبعا العادة السرية علميا العادة السرية علميا منصوح بها مرتين اقصى تقدير 3 مرات في الاسبوع على اساس كل مره مره فما ناس اليوم تمارس فيها يومين كانوا مش عامل سيجارو فما شكون ينجم اكثر مره في النهار اي والله وصلوا 10 و15 مره يعملوا فيها شنو هذا؟ والله اكثر من السواقر كانوا يقولوا واحد شو باكو دخان يا اخي باكو عاده سريه مش تي وسبيله واحد نجم شي حل 15 مره نعطيك اكزامبل معناها هذا المشكل اللي عايش فيه الشباب هذا اليوم وكما قال البشبوش جيبولي كفا ما قناص جيبولي كفا متوسي ما عملش عادة سرية جيبولي